حصل اخويا جنب الصبح عندنا محل خضار في ليبيا، بيفتح المحل واحد دخل راح طلع المسدس من جيبه ضرب بطلقه في راسه، بياخد اخويا في العنايه المركزه من الصبح، ما عارفوش لا حي ولا ميت ولا عارفين نظام ايه. اتصلنا رجعت نتصل باخواتنا في ليبيا مش حد شاف يرد علينا، حد عارف يكلمنا لسه الحاله مش عارفينها، لا الضغط ما استقرتش. في ناس من اصحابنا في ليبيا لدعمنا، ناس بتقول ده الناس لا قدر تطلع ولا قدر تخش ولا حد قادر يروح يحجز هناك يسافر لطيران ولا بر ولا في حتى سيارات خالص تجي من بر، ما فيش اي حاجه خالص. هذا كل القصه. واحنا في ناس هناك مزنوقه كتير، حتى طالع في ناس دول بتاع 10 ايام من ساعه الحجز بتاع سواج دوا بتاع السبع جمعتين دول، ما فيش حد راح ولا حد جاء، كل الناس قاعده محبوسه في السكن، ما فيش حد بيروح ولا حد بيجي، كله قاعد محبوس مستنيين اي حاجه، اي حاجه من مصر انها تحصل، طيارة تروح اللي عايز يجي، اللي يقعد يقعد براحته، اللي عايز يجي المفروض يبقى في اي حد يروح هناك يكون مسؤول. حتى السفارة هناك في مصر هنا عامله حاجه، ولا في ليبيا عامله حاجه، ما فيش حد، ولا تقول في مسؤولين في مصر، ولا تقول الشعب المصري ده ليه كرامه ولا ليه قيمه في اي مكان اساسا. كل يوم انا برضه ابن عمي اسمه عماد مجدي يديله اكتر من سنه ونص الوقت، لا عارفينه حي ولا عارفينه ميت ولا عارفين صح ولا عارفين اي حاجه. وكل يوم حالات بتتكرر نفس النظام يوميا. انا عن نفسي اترفع فيا السلاح واتشد على الاجزاء كم مره بامانه في ليبيا، في ليبيا واخد هنا كده مضروب بتاع واخد 14 غرزه في ايدي هنا كده وعامل عمليه برضه، واخويا تكرروا نفس النظام النهارده مش عارف انا يعيش ولا يموت. انا بجي اسال المسؤولين يبعتوا، كان حضرت ست سيسي هتجيب الناس عايزه تيجي، اللي هناك لا قادر يجي ولا قادر يروح، والدنيا واقفه خالص، حتى يبعت طياره كده هو اللي عايز يجي والناس تبقى براحتها بقى، اللي تحصل حاجه يبقى مسؤول عن نفسه. انا بالنسبه لاخويا مدعي له ربنا بس يشفيه اول حاجه. ربنا يشفيه اول واخير.